الخير عليكم، صباح النور والورد والياسمين. كي دايرين خوتي وخواتاتي؟ لاباس عليكم؟ هاني، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. نهار جديد وفلوق جديد معاكم. اليوم البنات ان شاء الله عندي بزاف ديال الغرضات ما نقضي. عزيز كيعطس، كنعتذروا على هذا العطب خارج عن ارادتنا. المهم البنات، اليوم عندي ان شاء الله واحد جوج ديال البنات غنتلاقاهم ونعطوهم فولاراسي ديالهم. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي يا صالحه راه ما كتجاوبوناش في الانستغرام، البنات عافاكم عدو كتبوا لينا رساله مكتوبه في الانستا، عفوا في الواتساب، باش البنت اللي مقابله تقدر تعرف يعني شكون الناس اللي باغين يشريو. لحقاش كيكونوا اوديوات بزاف كيتلفوا، يعني كيتلفوا على البنت، ما كتقدرش تصنت ليهم كاملين. عافاكم لما بداو تصيفطوا الارقام اولا الاوديو الميساجات ديالكم مكتوبين للبنت، باش هكذا تتعرف على الناس اللي بغاو يشريو الفولارات. ومرحبا والف مرحبا بكم. ان شاء الله غادي تجي ليكرا، درت عليها لا كوموند غادي تجي، وان شاء الله غادي مازال نحط لكم باش تشوفوا الفولارات اللي كاينين ديال الحرير وديال الخيط، واعرين وزوينين. هذه خالتي رشيده كتعيط عليا حيت دايره معاها، ملي غادي نمشي نعطي للبنات الزيوفه غادي نمشيو باش نشري شي تريكوات وسريولات الحاتم، لانه تبارك الله ما شاء الله كبروا عليه صغاروا عليه الحويجات، ما بقاوش كيجيو قدو، وهو بسلامته كي يوسخ الحوايج كي يوسخ هنا وداك، كنضطر باش نبقاو نبدلو ليه بزاف بزاف. وراكم عارفين الوليدات الصغار دغيا كيفخروا دغيا كيكبروا. البنات انا دابا راني وجدت راسي قاديت الحاله. هاد القميجه البنات اللي غادي يسولني عليها، هاد راه البنات راه حتى هما من ضمن دوك القوامج اللي كنت خديتهم بخمسين درهم، لا غلا على مسكين، خمسين درهم البنات باش خديتها، وكتبان انيقه وزوينه في اللبسه. تنهبط لتحت وغادي نوريكم البنات اللبسه هكا كيفاش كتجي. يلاه بقاو معايا الخوت، ومرحبا والف مرحبا بكم في هذا الفيديو. كيما البنات، غير باش البنات اللي كيسولوني على واش ماماك جابت موينطات اخرين، ها انتم شوفوا البنات راه جابت هادو، خرجات بكري وتقدات، وهادو اللي عجبوكم قالوا، قالت لي ماما راه ملي كيعيط على شي واحد اش كيقول لك ماما؟ اش مال؟ اش كيقول لك على المانط؟ كيقول لك بغينا اللون ديال صالحه. قالت لي وحده جيبي لي مانطه صالحه واخا تكون مغطيه بها. قالت لي جيبي لي، قالت لها بغيت غير هذاك اللون ديال صالحه. فالهلا يخطيكم علينا البنات، الله يحفظكم. ها انتم البنات راه مشات بكري وجابتهم، ها هما راه زويونين. انا براسي كنتغطى بها، نيت انا عندي في هذا اللون هذا، كاين فيها المارون، كاين فيها هذاك اللون الكري، كاين فيها البوردو، كاين فيها الاحمر. مشات الصباح تقدات لان الناس طلبوهم ليها بزاف، وطلبوا ليها الناس حتى المانطات هادو الكبار. فبالنسبه للثمن ديالهم هذا ماما قلتي 500 درهم باش الناس يكونوا عارفين، وهادو البنات دايرين 150 درهم. وراه جابت البنات حتى هادو، هادو الثمن ديالهم ماما، هادوك 26 قولي 2600، 2600 هادو البنات، هادو حتى هما زوينين ورطبين وفيهم حتى هما الالوان. انا غنوريكم الالوان اللي جابت، ها هما البنات عرفتو كي دايرين بالرطوبيه، رطبين وزوينين، جابتهم في هاد اللوينات هادو مختلفين. فمرحبا والف مرحبا، راه غادي تلقاوني البنات حاطه الرقم ديال ماما في صندوق الوصف، فمرحبا بكم. وتبارك الله وصل عمي راكم كتحمروا الوجه، راه داك النهار ملي يعني ما رديتوهاش في وجهنا وداك الشيء، وتعاونتوا مع ماما، ولحد الان راه تبارك الله خدامه. ولا عزيز هو اللي كيدي السلعه للناس، عز راه مشى بعدا حتى للرباط، دا المانط حتى للرباط البنات لواحد الناس. مرحبا بكم الناس ديال البرشيد اللي تقداو، وناس كازا في انحاء كازا. والمهم غتلقاو النمره ديال ماما في التعليق الاول، مرحبا بكم. وشكرا شكرا شكرا شكرا، راك اوفياء الله يحفظكم. ها انتم، ها هي ماما كتشكركم، الهلا يخطيكم، حتى انا كنشكركم بزاف بزاف. يلاه البنات انا غادي نخرج، خالتي رشيده لبست حوايجها، غادي نخرجوا ان شاء الله باش نمشيو لدرب عمر، نمشيو لدرب عمر ونشوفوا اشنو كاين. واخا اليوم راه السبت يكون درب عمر طرطق. يلاه بقاو معنا البنات. انتم البنات بغيت نوريكم على القميجه اللي قلت لكم عليها، ها هي خديتها بخمسين درهم، فهاد العيبه هنايا كتبان زوينه كتبان انيقه، اللي شافها صحابها نيس دايره شي ثمن، راه دايره 50 درهم. البنات راه خديت من عنده بزاف ديال القوامج، ديك خالتي رشيده راهي ولبست هاد السبرديله، هادي كتعجبني البنات، هاد السبرديله ديال القومه ديما حاطه عليها حيت كتعجبني وحيت كتجيني في اللبسه ديالها.
اللبسه ديالها كتجيني مريحه. بقاو معانا. المهم بنات دابا راه خديت الحاتم شي حاجه لحقاش هضرب عمر، البنات حتى طاكسي ما بغى يدينا لضرب عمر مع اليوم السبت، حتى طاكسي ما قبل يدينا. وجينا هنايا لسونتر تاشفين، خديت ليه شي لعيبات شي بيجامات وشي سريولات، تمشي للدار ان شاء الله. خالتي رشيده مسكينه مع الدروج ما تقدرش تهبط، تمشي ان شاء الله ونوريكم. دابا البنات كيف ما قلت لكم غادي ندوز باش ناخذ شي حاجه للغدا، عاد نمشيو للدار لحقاش ما مطيبين الدار والو. وعاد خاصني ملي نمشي نخرج هذوك الفولارات لما ليهم، لان ملي كنت باغا نخرج عيطات لي قالت لي اختي غادي نتعطل واحد شويه كثر حتى انا خارجه. صافي قالت لي ماشي مشكل، غير قولي لي امتى غادي تجي وندير معاك. يا الله البنات بقاو معايا الحباب. البنات حنا دابا جينا للبلديه عند سي عبد القادر، ها هو المحل ديالو، احسن واحد هنا كيدير الكفته وكيدير السوسيس، هو اللي كان عمي الله يرحمه وراه ليا شحال هادي كان كيجي يتقدى عنده. واحد الخطره جيت عنده اللي جات هنايا للبلديه بغات شي حاجه زوينه البنات تجي عند سي عبد القادر، ها هو تبارك الله عليه نفاد وخدمته نقيه. غناخدو خالتي رشيده نتغداو هنايا ونديو ليهم باش يلا يكفينا الوقت. المهم البنات جيت انا وخالتي رشيده هنا جينا نتغداو بحال ما يشاور البنات، ريحه الشوا كتعيط عليك واخا تكوني جايه من قندهار. خالتي رشيده يو لا لا قالت لي لا ما تشدينيش، ما بغاتش تشد متلبسه وهي كضرب في الشوا. المهم البنات دابا جبنا داكشي اللي غادي ناخذوه حنا ناكلوه هنا، شي الاخر غادي يشوه حتى هو وغادي يديوه نديوه معنا للدار لدوك الناس مساكن اللي تما باش ما يعواجوش لينا. قولي سربينا عرفتي شحال هذه ما جيت هنا بغيت نقول لي سربينا الوين عايشه آه احسن بلاصه هنا كيشوه فيها عند الحاج حمو، عند الحاج حمو. انا البنات على خبز تفرنوت، هذا البنات الا ما كلتيش مع الشوا بحال ما عمرك ضربتي الشوا، ها هو كيعجبني انا. رطب اخالتي رشيده هذا رطب بلا ما تاخذي الخبز الاخر، شفتي شحال رطب؟ شوفوا البنات رطيطب رطيطب. حنا غناكل يا الجوع، عرفتوا البنات شحال الساعه دابا جايه لشي ربعة. بنات حنا بدينا كناكلو عا في الخبز هو الاول، واعر الله خالتي رشيده نبزت من تما وانا نبزت من تما. بنين هاد الساعة الناس كناكلو عا في الخبز واتاي. عرفتو البنات تا اتاي عندهم زوين، اتاي هم زوين. ها هو جايب لينا دابا الشواء، واخيرا البنات وصلنا. مشيت غسلت يدي نيشان، مشيت جلست غادي نمشي نبوس حاتم، تلقيت ريحه القطران الشديره كتلعلع في البيت. قلت لها شنو ريحه القطران؟ قالت لي رديت حاتم حزمت ليه مسيكين، دارت لي واحد الزويف. قالت لي راه قال لي هذاك السيد ما يبوسو حتى شي واحد لمده 3 ايام. صراحة انا ما كنفهمش في هذا الشيء، ولكن ماما كتقرا لي كومونتير، قرات لي كومونتير وقالوا ليها البنات ان هنا عنده الجبهه ديالو خارجه،
قالت لي واحد وهذا الشيء انا ما كنفهمش فيه الناس، انا كان اللي سمعتها كنقولها. قال لي راه جبهه ديالو خارجه ومشنا يديك وشام. ماما ملي قراتها قالت لي راه عندهم الحق، انا غادي نديه. وداتو اليوم مشات ربقت ليه مسيكين، كيقولوا ربقت ليه. خاتكم ملي جيت داك شويه الشواء خليتهم دابا كيتغداو. خالتي رشيده جات حتى هي غسلت حالتها وجلسات، خليتهم كيتغداو. من جيت هزيت والماس والحلبة، حسيت براسي ماشي هي هاديك. ملي كليتها الشوا ما حسيت براسي يا بنات ماشي هي هاديك، حسيت بقلبي كيضرب كيضرب كيضرب، وبحال تقاليت. حسيت بالذات ديالي تقالت. قالت لي خالتي رشيده معلك عاب الحلبة والماس. بسم الله، هذا راه يدي لي منيا البنات مع التصوير كتبان لي صريه. بسم الله، والماس حارة. كاينين بعض الناس غادي يسولوني والماس والحلبة باش غادي ينفعوا. والماس والحلبة البنات ملي كتاكلي شي حاجة فيها الدهنيات بحال الشوا بحال شي حاجة، المهم كتحسي بمعدتك كضرك. والماس والحلبة كيدوبوا الشحوم اللي الشحوم يعني اللي دخلتيها للداس ديالك. دابا معنا التليفون ديالي غادي يطفى ليا وانا مضطر باش نخليه يتشارجا هنا. غادي نجيب دوك الحويجات ديال حاتم ونوريهم لكم، نشارككم اشنو خديت ليه. والصراحه ما لقيتش شي حاجه اللي هي زعما ما كاينش لو شوا في الحوايج. ومع اليوم السبت البنات زحام 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 زحام، قلت لها اش غديري غنمشيو للسونتر التاشفين. وكنت باغا نشري ليه بزاف ولكن داكشي جاني غالي عاوتاني، جاني شويه طالع في الثمن. اضطريت باش انني قلت ليه عرفتي اش غادي ندير، غادي نشري ليه شويه ودوز ثاني واحد الشهر ونشري ليه ثاني حاجه اخرى غير هكاك باش يبدل، لحقاش مابقاش عنده الحوايج اللي يبدل بهم. بقى عنده غير دوك الحوايج الدخلانيين. انا دابا الحمد لله خديت ليه داكشي ديالو اللي غادي يلبس. المهم هاد الوقيته هادي، فانتوما الناس انا غادي نمشي نجيب الساشيه ونوري لخواتاتي دوك الحوايجات اللي شريت ليه. ها هي البنات، انا غادي نسمحوا لي البنات الا كان التصوير ماشي هو هذاك. نبداو بسم الله. شكون اللي شرب الحسوه؟ الحسوه جبناها البارح العشاء، شكون سخنها تغدى بها؟ المهم البنات بسم الله، اول حاجه نوريكم هاد الجاكيطه هادي، عجبتني وحمقاتني وسطاتني. ها هي تقولوا لي البنات كي جاتكم، شوفوا البنات الجاكيطه ليونا. غادي نوريكم الصوفات ما اللي خديت ليه، خديت ليها البنات هادي. ها هي عجبتني وعجبوني الالوان اللي فيها، جات هنا ودايره ارنوب. هادي خديت ليه ديال سيمو البنات ديال 6 شهور باش يالله يكبر فيهم. السروال ديال لا كاين سروالها، ها هو السروال ما بسريويلها والسريويل تكويت عطو الله موالفه. كان كندخل من الزنقه كنمشي كنطير عليه البوسو. دابا جاتني غتجيني، قلت لها ماما ما نقدرش نبقى 3 ايام من البوسو، جاتني بقى في الحال، جاتني شي حاجه اللي بحال غياخذوا ليا شي حاجه اللي هي ما عرفت ما عرفتش. ها نتوما انا راه خالتو وانت انا خاشيه راسي في الشبوقات ولكن الله الا عزيز عليا البنات، وحق الله الا كان حماق عليه وعزيز عليا. انا البنات انا على الحوايج جات، قولوا لي ذوقي كي جاكم. خديت لي هاد الجاكيطه هادي وغادي نوريكم سروالها. ها سروالها، ها سريويلها، شفتوا سريويلها البنات بحال هكا. وخديت ليها البنات هذا، هذا البنات هذا كيتلبس تحت من هاد الجاكيطة، خديتها بهاد التريكو ديالها. شفتو كتكون هكا في الوسط، كتكون لداخل. حتى ان شاء الله شي نهار نلبسها ليه ونصور نصوره وتشوفوه. خديت ليه هاد التريكو هذا،
كتكوني فرحانه كتحطي لي وراك واللي قدامك. والله الا كنقول ماشي مشكل واخا يكون بقى جيبي خاوي، المهم خاصني الا شفت الحاجه وعجبتني ناخذها ليك. خديت لي هذا البنات. اما بخصوص هذوك الحويجات البنات ديالو ديال اللي صغارو ليه كلشي البنات، واحد السيده كنعرفوها يلاه ولدات هي ولدات وليد، كلشي جمعاته ماما وعطاته لها. خديت ليها البنات هذا، جات صيفته بحال هكا من اللور. تقول لي كي جاكم الحويجات ديالو، غادي نوريكم داكشي اللي باقي. هذا هنا ونوريكم هادو، هادو بيجامات البنات ديال الدار حتى هما. شوفوا البنات، قول لي كي جاكم الحويجات. شوفوا القب ديالها، عجبني القب ديالها، جاني داك القباب اللي تيكونوا كبارين جا هنايا فيها. يا المهم تيشوفوا، شوفوا الله يستر صيدت هاد القضيه. زعما وليدي يلبس هادي ما عرفت، المهم انا على اللون وصافي. وحاولت انني ملي ناخذ ليه ما ناخذش ليه بزاف ملي فيهم بحال التقشيره. هادي البنات واخا تكبر تجي صغيره يلبسها ولبسها تقشيره، يعني هادي تبرك معاه اكثر، تبرك معاه يعني تدي ليه الوقت. خديت ليها البنات هادي، جاتني سخونه حتى هي، هادي ديال الصوف شفتو، خديتها لي زوين، هادي عجباتني. هادي نلبسو غير شي حاجه من التحت تكون خفيفه، وهادي فوق منها صراحه حمقاتني بس من اللور هكا. عرفتوا علاش البنات؟ لحقاش دابا هاد خصوصا هاد 15 يوم الاخرى ما شاء الله حسيت به بحال شي شويه، بحال شي شويه عمر، مع وقيلا يمكن مع الحليب ديال لافارماسي كينفخ، تنفخ الوليد تنفخ وعمر، وما بقاش الحوايج كيجيو قدو. وليت كنلبسو شي حاجه مسكين هنا كتوحل ليه، هنا كتبقى ليه ما كتجيش الحاجه حتى لهنا. وخديت ليه البنات هذا، وها نتوما عاوتاني قلت انا ما نبقاش ناخذ ليه اللي فيهم تقاشر لان عنده تقاشر بزاف. خديت ليه البنات هذا، وخديت ليه هذا وهاد الطريبيش ديالو. هادو زعما عجبوني، وتا ان شاء الله واحد الشهير واحد اخر دابا حيت الوليدات دغيا كيكبروا، واحد الشهير واحد اخر ان شاء الله ونشري ليه حويجات. وتا تقولوا لي كي جاوكم البنات، كي جاوكم؟ عرفتوا البنات والله الا بحال لا كنكسي في ولدي. غدا غدا معايا خالتي رشيده، كتقول لي خالتي رشيده بركه، كنقول لها هادي اهادي عافاك بركه اهادي اهادي، ما كرهتش هذاك. قولوا لي البنات واش نتوما بحال هكا؟ زعما ها هو واخا ماشي ولدي، والله واخا ماشي ولدي كنحس براسي بحال راه بحال شي واحد اللي زعما والده وخاصو يلبس شي حاجه زوينه وخاصو ما يتخصصش من الحوايج. المهم هادشي اللي كاين، داكشي من عند الله وصافي. انا الحويجات، انا الحويجات دورا لقيتو ناعس، هادشي اللي عطى الله. المهم البنات كنشكركم بزاف لانكم تبعتوا معايا هاد الفيديو، الله يخطيكم عليا. شكرا البنات اللي اللي كنعجبهم وكيعجبهم الكاركتر ديالي وكيعجبهم الشخصيه ديالي اللي هي اللي طلقها في الله. شكرا بزاف بزاف اللي تيقولوها ليا كيدخلوا عندي الخاص. والبنات كنبغي غير واحد الميساج صغير نقولو، ما نبقاوش نحقرو الناس. شتي غير ملي كنشوفو مثلا شي واحد لابس ومصور شي تصويره كنقولو ليه اي هاي اه فعلا هادي وقعت ليا انا مؤخرا، حطيت التصويره ديالي في الانستغرام، جاو شي بعضينات كيقول لي هاي هاي تاتي وليتي تلبسي دخلوك الفلوس. عرفتوا البنات راه قمه الحقره هي هادي، علاش حنايا اللي كنتعافروا ما عندناش ما نلبسوا؟ على انايا بالسلامه علاش خدامه باش نبقى نصور في الكوزينه بيجامه موسخه؟ راه خدامه، راه انت اللي كتفرجي فيا وتقدري كاع تاخذيني كقدوه، راه خاصك تشوفي فيا غدا وكنطلع غدا وكنطلع غدا وكنطلع باش تقولي بعدا هادي اللي كنتبعها راه غدا فواحد الطريق سليم وغدا فواحد الطريق مقاده. راه ما خاصكش تشوفيني ديما من سيء الاسوء من سيء الاسوء، فما تبقاوش كندويش انا المتتبعين ديالي، كندوي غير على شي وحدين اللي هما ايه كيتابعوك ولكن ديما كيشوفوا عليك شي حاجه زايده. شتي تريك ولا شافوك لابسه جديد
تبدلتي، رجعي بنت الشعب كي كنتي. على بنت الشعب خاصها تبقى لابسه حوايج مقطعين باش تسمى بنت الشعب. راه ما بنت الشعب انا كنعرفهم كيركبوا على الكاتكاتات والتواضع وكيهضروا مع اللي عنده واللي ما عندوش. راه ما بقاش بنت الشعب، راه كاينه اللي ما فحالهاش وما كتنفش هذا نيو فلسما، وكاينه اللي عندها ومتواضعه. راه خاص بعض الناس يفكروا شويه ويبدلوا هاد الكاركتر ديالهم اللي كيديروا مع الناس التنمر. كنحط صويره في الانستغرام تجي تنمري عليا، اما تدخليش عندي وما تنمريش عليا، يعني بلا ما تدخلي عندي. الا كنتي غتدخلي تنمري عليا هو تنتي وليتي، تنتي وليتي، ايه تانا وليت، ايه راني راني خدامه وكنطحن وكنتجابد مع الوقت وكنجري وكنجري، كنصبحش ناعسه، ما كنصبحش ناعسه. وكنت كنصبح ناعسه عمرني ما نزيد خطوه لقدام. كنصور فيديو كل نهار وكنجري ونجري، وخاصني نوصل وخاصني نشري حوايجي نلبسهم ما يعطيهم ليا حتى واحد، وخاصني جيبي يكون عامر ما يعمروا ليا حتى واحد. هذه الناس ديروها في ريوسكم دائما. نعتمد على نفسي، نعتمد على نفسي في اي حاجه، ما نخلي حتى شي واحد اللي يعطيني شي حاجه ويقول لي الغدي يعيرني بها. خدمه، خدمه ماشي عيب، خدمه في الحلال، الخدمه ماشي عيب. الخدمة ديال الحلال بما انها حلال نخدمها، الخدمة ماشي عيب. اي حاجة عرفتيها ديريها، خرجي ديريها، بيعي وشري، تلاحي لأي حاجة غادي ترجع لك بالنفع. وبعدي من الناس اللي كيطيحوا بك وكي دائما يفكروك واحد النهار انك راه كنتي ما عندكش. انا راه ما بغيتش نتفكر انني كنت ما عنديش، بغيت نبقى غادة 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 لقدام. كي نتفكر واحد النهار ايه ما كانش عندي، باش نبقى دائما نحس بالضعيف، ماشي باش ننسى هذاك الماضي ونقول هذاك الماضي خايب. لا من ننسى، لا ما خاصكش تنسى، ولكن الناس اللي غادي دائما باش يقللوا من قيمتك يفكروك بداك الماضي، هذوك حيديهم من الجدر، ما تعقليش عليهم، حيديهم من حياتك نهائيا. هادشي علاش كنبغي نقول البنات اللي كيتابعوني كونوا قويات وكونوا واعرات، كونوا واعرات، واعرات هنا، واعرات، نكون صحيحة والتفكير ديالي يكون كيشوف القدام، ما نتلفتش لدوك دوك اللي باغين يبقاو لتحت، خليهم يبقاو لتحت. نهار كيشوفوك انت الفوق كيبداو عليك بالمعيور. ماشي تنوضي انتيا تقضي حاجة لراسك قبل ما تكتبي لي داك التعليق ديالك السخيف. نوضي قضي حاجة لراسك، نوضي. راه الحلم الا بقيتي ناعسه وكتحلمي عمرك ما تفريه. لا، الحلم الا بغيتي تحققيه خاصك تفيقي بعدا من النوم، فيقي من النعاس، عاد شوفي طبقي داك الحلم ديالك، ماشي عيب. شكرا، شكرا بزاف، وسمحوا لي طولت عليكم، هلا يخطيكم عليا. وانا راه هي انا، راه هي انا، اش غيتزاد عليا قميجه؟ انا من نهاري وانا كنلبس الحوايج، من نهاري من يامات. الناس اللي كيعرفوني في الفيسبوك قبل ما ندير اليوتيوب، والفيسبوك باقي، سيروا ديروا صالح صالح الطويل ودخلوا الفيسبوك ديالي. من 2013 14 و15 وانا كنلوح تصاوري لابسه ومقاده وعاديه، وكنت كندير الحلوه وكنت كندير لي كوموند لابسه ومقاده وبخير وعلى خير. راه اليوتيوب جا يلاه عام، هادي يلاه عملي انايا باش بديت في اليوتيوب. بديت كنتخلص هاد الاعوام اللي فاتت، اش كنت كناكل الحجر؟ راه كنت كناكل احسن حاجه، كنت كنخدم ناكل احسن حاجه، نخدم نلبس احسن حاجه. راه ماشي عيب، ماشي عيب نهائيا. العيب هو اننا نتسنطل دوك الناس اللي هذا خاوي وباغينك حتى انت تبقى خاوي. نهار كيشوفوا عليك شي حاجه وعقلتي كيكتي، وعقلتي على راسك كيكتي، هذوك الناس دفعهم خويا، شتي من اللي دفعهم هز الطل ديال المو خويا باش ما عمرهم يرجعوا. وهادشي اللي كاين البنات، الله يحفظكم ليا والهلي يحشمني معاكم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. غادي نمشي نطوي هاد الحويجات ديال حاتم، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي. وشكرا بزاف بزاف، نتلاقاو ان شاء الله مع وصفات ومع بزاف ديال التشالنج جايين، بزاف ديال التحديات جايين ان شاء الله. ما كاين عرق اقتصادي مع اختكم. السلام عليكم البنات.